الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا وصفة قديمة لجلب المال بقوة وجلب الرزق للمحفظة، طاقة رائعة إن شاء الله غادي يكون عندكم المال الوفير في المحفظة. الناس اللي باغين أنهم يجلبوا الخيرات ويكون عندهم طاقة إيجابية، يحيدوا النواحس من المحفظة ويكون عندهم دائما المال يجري في يديهم. المال بغيته، ولكن الإنسان يجتهد يخدم يتوكل على الله، ما يبقاش جالس. ولكن الطاقة الإيجابية لطرد النحس من المحفظة ضروري. بعد الأحيان تصيبك النحس بدون سبب. إذن الناس اللي عندهم توابع في المال، اللي عندهم مشاكل في المال، او الناس اللي عندهم طاقه سلبيه في المال. اذا غادي نعطيكم بعض الوصفات لجلب الرزق، ومن بعد نتوما تختاروا وحده من هذه الوصفات اللي غادي نحط مع الطاقه الايجابيه اللي غادي نحطوا في المحفظه. اذا نصليو كاملين على سيد الخلق، وخليوا لي تعليقات بالصلاه على الحبيب باش يكمل معنا المراد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، معنا هذه الوصفة قديمة كانوا تيديروها النساء ديال زمان، كانوا بحول الله وقوته تيديروها في المحفظة. إذا بغيتوا ديروا هالطاقة غادي نعطيها لكم، قديمة معمرة تحطات وغادي نعطيها لكم لأنها رائعة وأكثر من رائعة. أول حاجة، الناس اللي عندهم نحس وعندهم طاقة سلبية في المال غادي يغسلوا البيت بالماء والملح، دائما يشغلوا سورة البقرة 3 أيام، سورة الواقعة مع اسم القريب المجيب، القريب المجيب، القريب المجيب، تسبح به المرأة في وقت الصلاة 100 مرة، يا قريب يا مجيب، ربي يقرب لك المال. نوي أنه ربي سبحانه وتعالى يقرب لك المال، ونوي الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى غادي يجاوبك على النية ديالك اللي بغيتي، يا قريب يا مجيب 100 مرة مع كل صلاة. ونحاولوا أننا كل صباح نغسلوا أباب العتبة بالماء والملح، ونحل النوافذ على نية تجديد الطاقة للمال، تجديد الطاقة للمال. إذا بغيتي تجدي طاقتك في المال، خاصك تكوني دائما تشغلي سورة البقرة كل 3 أيام على نية أنك بغيتي طاقة المال. إذا بغينا طاقة المال خاصنا ننظفو البيت بالماء والملح والخل، ضروري أننا ناخذ هذه الطاقة باش نحيدوا النواحس. بعد الأحيان تيكونوا شياطين العين، شياطين السحر المشموم، إذا تيوقفوا الحال، أو الناس اللي عندهم المس العاشق تو تيوقف لهم الحال. بعد الناس تيكونوا عندهم طاقة سلبية وعندهم قرائن في الدار، دخلوا على السحر أو دخلوا على السحر المرشوش. إذا شياطين الحسد والعين والتابعة من الإنس والجن خاصنا نطهروها بالماء والملح، دائما نغسلوا البيت بالماء والملح على نية تطهير البيت من التوابع. أما الناس اللي باغين أنهم يحيدوا طاقة ديال النحس ودائما يكون تجديد المال، غادي ياخذوا السنوج، أو حبة البركة ويقراو عليها سورة الواقعة، ويبخروا البيت يوم الخميس ويوم الجمعة على نية أن جلب الرزق. السنوج فقط، الناس اللي ما عندهمش السنوج يحاولوا أنهم ياخذوا الحرمل أو السنوج على النية ديالك اللي بغيتي. يقدروا يكونوا عندك بجوج، تخلطيهم بجوج وتقري عليهم سورة الواقعة مرة واحدة، ومرة واحدة الفاتحة، وتقراي إن شاء الله اسم يا رزاق يا فتاح، يا رزاق يا فتاح، يا رزاق يا فتاح، على نية جلب المال وجلب الرزق. إذا السنوج ولا الحرمل بحال طاقة وحدة بإذن الله. أما الوصفة ديالي ديال اليوم هي اللي غادي نكتبوها وغادي نوضعوها في الحقيبة. إذا هاد النقود تكون ورقية ما تكونش نقدية، الإنسان ياخدها ورقية في كل ديروها، تكوني على طهارة، تكوني على النية ديال جلب المال. وفعلا هذه الوصفة طريقة قديمة جيدة في جلب المال.
أول حاجة تيبخروها بالقزبر وبخور طيب، تيبخروها ببخور طيب مع القزبر، القزبر كارم. تبخري النقود، هاد الورقة تبخريها قبل ما تقري عليها، تبخريها بحال هكا، وغادي إن شاء الله تقري عليها صورة الحديد، تقري عليها صورة الحديد كاملة، صورة الحديد تقراي وتنفتي، تقراي وتنفتي بعد ما بخرتيها بالقزبر وبخور طيب بحال العود، بحال الجاوي، بحال عود خشب. أو الناس اللي عندهم بخور ديال السعودية يحاولوا أنهم يبخروا به لأنه رائع وأكثر من رائع. إذا الناس اللي باغين أنهم يديروا هذه يكونوا على وضوء، يكونوا على طهارة، يديروها في الليل، يقوموا بين نفوسهم ما يخبروا حتى حد بها، لأن باش تكمل معاك الفائدة، الفائدة هي موروثة، نساء زمان كانوا تيديروها على النية. تبقى معاك هذه الورقة في المحفظة ديالك دائما، تحل عليك البركة ويكون عندك الرزق حل الشتاء. سبحان الله العظيم، الناس اللي مجربينها رائعة قال لك، وفعلا تعطي مفعول قوي في جلب المال للحقيبة، ما تعرفيش المال من تيجيك. هتحاولي انك تبخري قزبر وعود خشب او عود طيب، يكون بخور طيب او عود الند، او عود الند. وغادي ان شاء الله تاخدي القرنفل، تاخدي القرنفل وغادي تحرقيهم وتكتبي الاسم ديالك واسم الام ديالك، الاسم واسم الام ديالك تكتبيه هنا، او بقلم الرصاص، بقلم الرصاص تكتبي هنا الاسم ديالك فاطمة بنت مينا، وتكتبيها هنايا، تكتبيها في اي بلاصة بغيتي، في اي بلاصة، حتى هنايا فاطمة بنت مينا تكتبيها هنايا، بعد ما بخرتيها، بعد ما قريتي عليها صورة الحديد بالكامل، صورة الحديد بالكامل، ونبخرها، بغيت نبخرها عاد نقرا عليها او نقرا عليها عاد نبخرها، نتوما في الاختيار. غادي ان شاء الله تحطي فيها قطعة مسك، تحطي فيها قطعة مسك وديريها في الحقيبة ديالك، ديريها في المحفظة ديالك، ديري بابي ألمنيوم او بابي مناديل ابيض وتحطيها في بابي ألمنيوم، هتبقى محفظة عندها طاقتها، سبحان الله لا يعلمها سرها الا الله. اذا صورة الحديد مع بخور طيب والقزبر، تحطي فيها قطعة مسك، ولكن القطعة تكتبي الاسم ديالك والاسم ديال امك بقلم الرصاص او بالقرنفل. الوقت اللي تبغي تخلصي منها، غادي ان شاء الله تحاولي انك تمسحي الاسم ديالك، وغادي توصليها بماء، توصليها بالماء، والماء ديال هاد الماء ديال هاد الفلوس غادي تلوحيهم في مكان عشب، ومن بعد انك تتصدقيها الا بغيتي تخلصي منها غادي تصدقيها، ولكن النقود تتغسل، تغسل عادي، ولكن الماء ديالها تلوحيها في مكان عشب، والاسم ديالك محيه الا بغيتي تخلصي منها. اما الناس تتبقى عندهم في المحفظة، سبحان الله دائما تتبقى في المحفظة، تغيروا غير المحفظة، إلى اشتروا محفظة جديدة تحولوها إلى المحفظة الثانية، ولكن سبحان الله تكون عندهم طاقة المال تجري في يديهم دائما، وتتحيد التابعة المال، تتحيد التابعة اللي في المال ونقص المال، تتولي عندهم البركة، تولي يحل عليهم الخير، سبحان الله لها طاقة إيجابية. الناس اللي داروها سبحان الله مجربة منهم رائعة وأكثر من رائعة، غير ديروها، لأن الناس اللي عطوها ليا موثوقين وعطوها ليا على نية أن الوصفة رائعة. إذا حاولوا أنكم ديروها بيقين على النية اللي بغيتوا، إما تكتبوا بالقرنفل وإما تكتبوا بقلم الرصاص. البخور ديال السنوج أو ديال الحرمل حاولوا تبخروا الخميس والجمعة. البيت دائما دائما نحاولوا أننا نغسلوه بالماء والملح والخل، خل تفاح أو خل العادي. أما السنوج قرأوا دائما صورة الواقع عليه وبخروا به على النية اللي بغيتو، نية جلب الرزق، جلب الخطاب، جلب الزواج، جلب الصحة، جلب الراحة، جلب المال، جلب الدراسة، أي حاجة بغيتو تجلبوها قرأوا ونويو وتمناو، لأن الله سبحانه وتعالى مجيب، يجيب الدعاء. إذا أحبابي إذا عجبكم هذا الفيديو حاولوا تخلوا لنا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.